حنا بخير وديرة العز في خير دولة قطر تصعب على من بغاها الله خلقنا مشاهدين الكرام متابعين الأعزاء على بركة الله وتوفيق انطلق سادس أشواط هذه الفترة المسائية شوط الختام وختام مسك لهذه الأمسية الرائعة الجميلة التي تابعنا واستمتعنا معكم ومع منافسات أشواط الذهب أشواط التحديات أشواط القوة والانطلاقات شاهدنا معكم منافسات وتحديات شوطنا المفتوح حينما حضرت بيان وكانت هي المسيطرة على أرضية هذا الميدان حاملة للواء شعار هجن الشحانية مرافقا لها محمد بن خالد العطية المشاقب من شاقب في الشوط المفتوح للثنايا البكار وخطف الشلفة الذهبية كذلك تابعنا عتيم من تواجد وقدم لنا الأداء الجميل بشعار هجن الشحانية رافقه الشبل جابر بن سالم بن فاران من واصل الشبل بأداء كبير مع تقديم عتيم كذلك تواصلت الانطلاقات والمنافسات وتابعنا شوط شلفة العمانيات حينما حضرت أنفال بشعار هجن الشحانية رافقها الشبل جابر بن سالم بن فاران من قدم لنا عتيم كذلك قدم لنا أنفال خاطفة الشلفة لشوط العمانيات كذلك تواصلت الانطلاقات والمنافسات وحضر المطلع خاطفا الخنجر والرمز الثالث لرصيد المطلع بشعار هجن الشحانية ومرافقا للمطلع محمد بن خالد العطية من قدم لنا الجذابة في شوطنا الماضي من جذبت الأضواء والأنظار خاطفة النقطة الثالثة لأيضا شعار المشاق محمد بن خالد العطية وشعار هجن الشحانية نتواصل مع انطلاقة شوطنا السادس لنتابع مسيرة هذا الشوط لنراقب أوضاع المقدمة والصدارة شعار هجن الشحانية على البداية وعلى المقدمة يتابع هذا الشعار سالم بن فاران المري من يقدم لنا انطلاقة مكفي المكيف مع البداية مع الانطلاق والقيادة السليمة لمجريات هذا الشوط المركز الثاني اللي لاحق مكفي بانطلاقته يتواجد دسمان يرقص حبا وطربا على أرضية هذا الميدان متواجدا وحاملا شعار هجن الشحاني اتابع محمد بن خالد العطية الباحث عن النقطة الرابعة في هذه الأمسية الذهبية المركز الثالث القادم مدوش واصل مدوش متواصلا مع النداء ومع المركز الثالث يحمل شعار هجن الشحانية اتابع محمد بن خالد العطية بعملية التضمير هذا هو مدوش المشوش بانطلاقته وبمسيرته المركز الرابع اتابع بدران يحمل لنا هذه الانطلاقة الجميلة ويحمل شعار سعادة الشيخ جاسم بن سعود بن فهد بن جاسم آل ثاني يتابع فهيد بن علي بن سعيد بن سلعان المري المركز الخامس يتواجد ضاري يحمل لنا الشعار الغرفاوي يتابع يمتلك ضاري سعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني يتابع سالم بن عامر المدهوشي مدهش المضمرين يقدم لنا الدهشة مع انطلاق الضاري ومع تواجده على المركز الخامس هذا هو النداء الأول للأسماء الخمسة الأولى الحاضرة والمتواجدة في مسيرة هذا الشوط خلف الخمس أسماء وشعارات ما بعد حان تواجدها بالنداء لكن ترقبوا لحظة وصولها وتدخلها معنا في عالم التعليق والإذاعة ومع الأسماء الخمسة الأولى المذاعة في منافسة وتحديات مستمرة مع الثنايا القعدان نعود بحضراتكم إلى البداية إلى المقدمة
إلى مكفي على أول المراكز، مكفي مع بداية هذا الشوط. تعود ملكية مكفي لهجن الشحانية، تابع سالم بن فاران المري من يقدم لنا انطلاقة مكفي على البداية والمقدمة. المركز الثاني، الله يا دسمان، دسمان مرافقا مراقبا لانطلاقة مكفي، يراقب الأوضاع على المرتبة الثانية، يحمل شارج الشحانية، يتابع محمد بن خالد العطية، يتابع المشاقب مع انطلاقة ثاني التحديات. المركز الثالث القادم أيضا شعار دسمان على ظهر مدوش على المركز الثالث، ومع ثالث التحديات تعود ملكية مدوش لهجن الشحانية، يتابع محمد بن خالد العطية. لكن المركز الثالث ينخطف في هذه اللحظات مع حامل الرقم ثلاثة، يا لحالات الصدف، يحمل الرقم ثلاثة ويتواجد على المرتبة الثالثة، يتواجد ضاري، تعود ملكية ضاري لسعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم آل ثاني وسالم بن عامر المدهوشي من يتابعه بعملية التضمير، ليأتي مدوش على المركز الرابع. المركز الخامس القادم ختال، بدأ يختل المراكز مع انطلاقته ومع اندفاعته لأول ندى مع المركز الخامس. تعود ملكية ختال لهجن الشحانية، يتابعه بالتضمير سالم بن فاران المري من يقدم لنا الذهبي مع أول النداء ومع ختام النداء. أسماء مميزة حاضرة في هذه المسيرة متنافسة بهذه الانطلاقة. لنعود بحضراتكم إلى البداية، إلى المقدمة، إلى انطلاقة أول المراكز. الأسماء بمغربة من بعضها البعض، الشعارات حاضرة متواجدة في هذه المسيرة. لنعود إلى مكفي، مكفي ما زال مسيطر على البداية، ما زال مسيطر على المقدمة، ولا يكتفي مكفي إلا أن يقود مجريات الشوط حتى خط النهاية غائدا مسيطرا على البداية وعلى المقدمة. تعود ملكية مكفي لهجن الشحانية، يتابع سالم فاران المري من يقدم لنا انطلاقة مكفي على البداية وعلى المقدمة والريادة. المركز الثاني يتواجد في هذه اللحظات دسمان، يحمل شعار الشحانية، تعود عملية التضمير عند محمد بن خالد العطية من يتابع ويراقب أوضاع انطلاقة مكفي على البداية. المركز الثالث الحاضر والمتواجد بانطلاقة ضاري، تعود ملكية ضاري لسعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني، التضمير عن سالم بن عامر بن راشد المدهوشي من يتابع انطلاق الضاري، من بدأ يقترب وينضم على الاسمين الأولى بانطلاقته ومسيرته، وأيضا قائدا لهذا السيل الجارف من الثنايا القعدان الحاضرة والمتواجدة في هذه الانطلاقة. المركز الرابع أتابع على رابع المراكز مدوش، تعود ملكية مدوش للشحانية، يتابع محمد بن خالد العطية، كذلك المشاقب يقدم لنا منصف من وصل لأول ندى على المركز الخامس ويحمل الرقم خمسة. تعود ملكية منصف لهج الشحانية، التضمير عند محمد بن خالد العطية من يتابع أيضا اللي على المركز الثاني والرابع والخامس بعملية التضمير وفي مسيرة هذه الانطلاقة. نعود مجددا إلى البداية وإلى المقدمة، وكلما عدت النداء أتابع أول المراكز، أتابع مقدمة هذا الشوط مع انطلاقة مكفي، مع قيادة مكفي اللي مكيف في تواجده على البداية وعلى المقدمة وعلى السيطرة متربعا بشعار هج الشحانية على مقدمة هذا الشوط. مكفي تعود مكفي الشحانية، التضمير عن سالم
بن فاران المري من يقدم لنا هذه الانطلاقة الجميلة وهذه القيادة والسيطرة على مجريات الشوط. المركز الثاني يتواجد دسمان، يا هل ترى يكسب دسمان نقطة هذا الشوط ليكون هو كينج الميدان بهذه الانطلاقة، أم يكون هنالك رأي آخر للأسماء المتواجدة أو مع مكفي اللي على البداية أو مع الأسماء اللي حاضرة ومتواجدة في مسيرة هذا الشوط. تعود مكيد أسماء لجيش الشحانية، التضمير عند محمد بن خالد العطية. المركز الثالث وصل منصف، تقدم من المركز الخامس حتى وصل المركز الثالث، يحمل شعار الشحانية، التضمير عند محمد بن خالد العطية من يتابعه بعملية التضمير. المركز الرابع اللي بدأ يتأخر نوعا ما ضاري لسعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني المدهوش اللي تابع بعملية التضمير. المركز الخامس يتواجد مدوش على خامس المراكز، هجن الشحانية من تمتلك مدوش، التضمير عند محمد بن خالد العطية. الله الثنايا القعدان بدأت تزيد من سرعتها على أرضية هذا الميدان، لكن نعود لنتحول إلى أول المراكز، إلى البداية، إلى المقدمة. روح يمكفي، الأسماء قادمة، الشعارات آتية، لا محال في مسيرة هذا الشوط. مكفي واقترابه من افتتاحية مجريات الكيلومتر الأخير، يحمل شعار الشحانية، يتابع سالم بن فاران المري من يود أن يكسب نقطة هذا الشوط مع انطلاقة مكفي. مكفي على البداية، مكفي على المقدمة، المركز الثاني منصف، منصف قادم مع تحديات ثاني المراكز، هجن الشحانية، محمد بن خالد العطية المشاقب بدأ يشاقب هذه اللحظات مع منصف. المركز الثالث، الله القادم بهذه اللحظات مدوش على المركز الثالث وقادم عن انطلاقة قتال على المركز الرابع، خامسا عبلان قادم على المركز الخامس، بدأت تتحرك الثنايا، بدأت تنطلق القعدان بمنافسات وتحديات البداية. منصف على المركز الأول، مكفي على المركز الثاني، قادم بهذه اللحظات عبلان، الله هجن الشحانية باختلاف المضمرين، المشاقب الذهبي، المشاقب شاقب يا المشاقب مع انطلاقة منصف على المركز الأول، منصف على البداية، منصف على المقدمة، هجن الشحانية، محمد بن خالد العطية يضيف النقطة الرابعة في هذه الفترة المسائية مع انطلاقة منصف ومع ختام أمسية هذه الليلة مع انطلاقة منصف. التهاني والتبريكات نزفها لجيش الشحانية، والتهنية نزفها لمحمد بن خالد العطية. منصف يضيف السيارة الثانية بعدما أيضا خطف السيارة في مرجان المؤسس. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، المركز الثاني كان الوصول من قبل عبلان لجيش الشحانية. المركز الثالث وصل مفوض لجيش الشحانية. رابعا كان الوصول مع المركز الرابع ختال لهجن الشحانية. خامسا وصل مكفي لهجن الشحانية. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، تابعنا معكم منافسات وتحديات هذا الشوط، وشاهدنا منصف من خطف نقطة هذا الشوط. التهاني والتبريكات نزفها لهجن الشحانية، وللمعلومة منصف من إنتاج أم الزبار، يعني الناموس، ناموسين، ناموس الانتاج وخطفه لسيارة هذا الشوط ولختام منافسات وتحديات هذه الامتية الجميلة. 12 دقيقة 51 ثانية، 3 زمن ثانية. التاني التبريك على هجن الشحاني، والتاني محمد بن خالد العطية. المركز الثاني كان الوصول مشاهدي الكرام من قبل عبلان. 12 دقيقة 52 ثمانية زمن ثانية. التاني التبريك على هجن الشحاني، والتاني لسالم بن فاران المري. ثالثا كان الوصول من قبل مفوض. 12 دقيقة 54 ثانية، 9 زمن ثانية. الثاني التبريك على هجن الشحاني، والتاني لسالم بن فاران المري. مشاهدينا الكرام.